أما إذا كان الهجر لحفظ الدين لأمر شرعي كما قلنا يسرق يشرب خمر يرابي يعق والديه يغتاب يكذب يرتشي يرشي أي معصية من هذه المعاصي يعني تهجره لله هذه ليس لها حد هذه مفتوحة قد تزيد مدة طويلة وقد تنقص لكن أهم شيء تراعي فيها إيش المصلحة هل هذا الهجر يأتي بنتيجة يعني جيدة أو يأتي بنتيجة سلبية إذا أنت بنتاج جيدة زيد في الهجر طيب معناته الهجر يداويه علاج جيد شفت أن الهجر لا قاعد يضر اقطع الهجر خلاص